بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هناك سؤال: لماذا نستخدم يدنا اليمنى في الكتابة، في الطعام، في اللباس، في العمل، في الأعمال التي نقوم بها مثلا؟ لماذا معظم البشر يستخدمون اليد اليمنى؟ هذا السؤال يعني طرحته محطة بي بي سي مؤخرا. وطبعا نحن نعتبر من البديهي أن نستخدم يدنا اليمنى، ولكن هذه معضلة بالنسبة لمن يدعي أنه يعني يؤمن بنظرية التطور، كيف يفسر ذلك؟ الحقيقة أيها الأحبة، نظرية التطور تقول إن العملية التي تمت كلها عشوائية، فحسب مبدأ الاحتمالات ينبغي أن يكون لدينا نصف البشر يستخدمون اليد اليمنى والنصف الآخر يستخدم اليد اليسرى. الحقيقة أيها الأحبة، هذا الأمر غير صحيح، معظم البشر يستخدمون اليد اليمنى. إذن هذه أول يعني هذا أول انتقاد لنظرية التطور، لم يجدوا له جوابا. ماذا قالوا أيها الأحبة؟ قالوا إن الكشوفات الأثرية يعني التي كشفوها في الكهوف وفي قبل آلاف السنين تدل على أن الإنسان القديم كان أيضا يستخدم يده اليمنى. إذن القضية ليست قضية تطور، قضية مقصودة. كان يستخدم هذا الإنسان قبل آلاف السنين يده اليمنى في الصيد ونحت الحجارة والرسومات وغير ذلك. طبعا العلماء يعتقدون أن الجانب الأيسر من المخ تطور، طبعا كما يقولون، بحيث يؤدي عمليات روتينية في أشياء من قبيل يعني الطعام، البحث عن الطعام، الصيد، وأبقى الجانب الأيمن حرا من الدماغ ليتولى مهمة التحديات، الأشياء غير المتوقعة، مجابهة وحوش، مجابهة المخاطر، الخوف كذا، فيتصرف إزاءها. الحقيقة أيها الأحبة، هذه الظاهرة يعني هم يلفون ويدورون حولها، ولكن النتيجة يقولون ليس لدينا تفسير لماذا اليد اليمنى. طيب هنا نقول نحن: كيف تعلم الإنسان الكلام؟ ليس لديهم تفسير. يعني لنفرض أن القضية قضية تطورية بحتة عشوائية حسب مبدأ الاحتمالات أو حسب ما اسماه داروين قانون، هو ليس بقانون طبعا، الاصطفاء الطبيعي، الطبيعة تصطفي وتختار وتنتقي الأفضل والأقوى والأصلح إلى آخره. لماذا اختارت اليد اليمنى لم تختار اليد اليسرى مثلا؟ لم يجدوا. لماذا اختارت أن الإنسان يتعلم الضحك على عكس بقية الحيوانات والبكاء؟ لماذا اختارت للإنسان أن يتعلم الإبداع عكس كل الكائنات، ليس لديهم إبداع؟ طيب لو كان هناك تطور كما يدعون، لكانت النتيجة بشكل منطقي أن نجد بشرا يستخدم يده اليمنى وآخر اليسرى. أن نجد مثلا حسب مبدأ الاحتمالات أن هناك أناس يتكلمون، أناس لا يتكلمون، أناس يعني لديهم عينين، نجد بشر بثلاثة أعين، نجد لا يوجد هذا العبث أيها الأحبة، مما يدل على وجود منظم عليم حكيم يعلم ماذا يعلم، ماذا يفعل. لذلك الله عز وجل يعني أخبرنا عن سر اليد اليمنى، لماذا فضل هذه اليد اليمين على اليسار، لماذا فضله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يوم القيامة ماذا سيحدث؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. إذن أيها الأحبة، الله عز وجل اختار اليد اليمنى وحدثنا عنها. يعني كل البشر، معظم البشر يستخدمون اليد اليمنى باستثناء نسبة قليلة طبعا لحكمة الله أعلم بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب
تيامنا، وكان يستخدم يده اليمنى في الطعام والشراب وتناول القرآن والبدء بالوضوء والسلام، ويدخل برجله اليمنى إلى المسجد إلى آخره. الله تبارك وتعالى قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فحتى هنا استخدم اليمين لتشريف هذه الجهة الأيمن أو اليمين. فهنا أيها الأحبة، العلماء علماء التطور يقفون عاجزين، لا يعلمون كيف تأتي هذه الظاهرة أو من أين جاءت، ولكن الله عز وجل ذكرها في القرآن وأكد عليها، مما يدل على أن استخدام الإنسان لليد اليمنى شيء مقصود من الله، من الخالق، وليس عبثا. يعني كأن الله أراد أن يقول لك: انظروا، أنا جعلتكم تستخدمون اليد اليمنى، هي الأقوى وهي الأفضل والأكثر تحكما، وذكرت لكم هذه اليد اليمنى في القرآن، فمن أوتي كتابه بيمينه وليس بشماله. وهناك أيضا أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود، سورة الواقعة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، والعياذ بالله. إذن أيها الأحبة، هنا يعني نستطيع أن نقول إن هذه الظواهر من حولنا، مثل استخدامنا لليد اليمنى، مثل النطق والكلام، مثل الإبداع لدى الإنسان، هذه الظواهر تشهد بوجود إله خالق للكون. بصمة الإصبع هذه تشهد بوجود خالق للكون، لأن نظرية الاحتمالات تقول لنا أو تفرض أن يكون لدينا مثلا في 7 مليارات إنسان، لدينا مثلا 1 مليار إنسان لديهم بصمة معينة، شكل معين، 1 مليار آخر لديه شكل آخر، وهكذا. أما أن يكون كل إنسان لديه بصمة خاصة به منذ سيدنا آدم وإلى يوم القيامة، هذا دليل صارخ أن الله عز وجل موجود، متحكم، متصرف في هذا الكون، وليس كما يدعي الملحدون أنه جاء وفق عمليات عشوائية، أو أنه جاء وفق تطور عشوائي، ولم يثبتوا ذلك ولن يستطيعوا إثبات ذلك. لدينا في الرياضيات قانون الاحتمالات، أي عملية عشوائية يحكمها قانون الاحتمالات. هذا القانون وضعه الله سبحانه وتعالى لنستدل من خلاله على وجوده عز وجل. فإذا كان لدينا 7 مليارات إنسان، كل إنسان له بصمة يد وبصمة لسان وبصمة عين وبصمة أنف وبصمة أذن وبصمة مشي وبصمة القفا أيضا، هناك آلاف البصمات، بصمة لسان، اللسان له بصمة أيها الأحبة، شيء عجيب والله. طبعا هذا غير الDNA، الشريط الوراثي، هذا الحمض النووي، هذا DNA أيضا. لكل إنسان بصمة تختلف عن أي إنسان آخر في هذا الكون. طيب، لماذا وضع الله هذا القانون التفرد، تفرد كل إنسان بخصائص خاصة به؟ ليقول لك: إذا أردت أن تتبع نظرية التطور يجب أن تطبق عليها قانون الاحتمالات. قانون الاحتمالات يقضي بأن نجد مثلا أن هذه البصمات تتكرر، يجب أن تتكرر. يعني لنفرض الآن أن لدينا مثلا مجموعة من المربعات أو المكعبات السداسية مرقمة من 1 إلى 6 ورميناها عشوائيا، لن تأتي كلها على الرقم 1، يستحيل هذا. ستجد منها من يسقط على الرقم 1 ورقم 2 و3 و4، وهكذا. وكلما أكثرنا عمليات رمي هذه المكعبات تصبح المعدلات شبه متساوية. يعني لو كان الكون نشأ بالمصادفة والإنسان نشأ نتيجة تطور عشوائي كما يقول داروين أو كما يقول أصحاب نظرية التطور، إذن أيها الأحبة لكان هناك آلاف الناس يشتركون في بصمة اليد، وآلاف يشتركون في بصمة اللسان، وآلاف. أما أن نجد كل إنسان له خصائص خاصة به، حمض نووي خاص به لا يشترك به أحد
معه، حتى الإخوة التوأم فيهم اختلافات. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه كرمك أيها الإنسان. لماذا تلحد؟ لماذا تكفر بهذا الخالق العظيم؟ يخاطبك ويقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا جزاء من فضلك على الكائنات والحيوانات وغيرها من المخلوقات. هل هذا جزاء من سخر لك البحر لتخترع السفن والغواصات وغير ذلك؟ هل هذا جزاء من سخر لك البر والجو تخترع الصواريخ والطائرات ووسائل النقل لتحملك وفق قوانين هندسية محكمة تنظم الكون؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن نؤمن به، أن نرجع إليه، أن نستغفره، أن نرجو رحمته؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.